مستوى رمضان صبحي في الاحتراف كان وصل لمرحلة صعبة جدا، وصل لمرحلة من السلبية سواء مع المنتخب القومي أو حتى فريقه اللي هو ما كانش بيشارك بصفة مستمرة، افتقد شخصية البطل وجود رمضان صبحي. وعشان نكون واضحين، بداية من رينيه فايلر، أعتقد رمضان صبحي في مكانة تانية خالص، بيقدم مستوى مختلف تماما مع المنتخب الأولمبي بغض النظر عن المستوى الفني الهايل. لكن أنا عايز أتكلم كمان على مستوى رمضان صبحي اللي وصل له من الاتزان النفسي، إنه يثبت إن هو قائد جدير شخصية. بحمل شارة القيادة، شخصية غير طبيعية، وخاصة لما تكون بتلعب قدام منتخب ومتأخر 2-1 يكون الكلام يا رجالة هنموت نفسنا، محدش بيموت من الجري، الجماهير بالظبط، الجماهير دي لازم تروح فرحانة وبالفعل يساهم ويسجل هدف، يتلغي هدف صحيح من وجهة نظري، يسجل هدف تاني ونتقدم 3 ونفوز بالمباراة ونيجي قبل المباراة الأخيرة برغم الصعود، يؤكد على فكرة احنا لازم نطلع الأول. دي شخصية النادي الأهلي وشخصية لاعب بجينات النادي الأهلي. أعتقد رمضان صبحي هو حتى الآن ربنا يحفظه طبعا ويحميه نجم المنتخب الأولمبي، وعامل حالة كبيرة جدا في المنتخب الأولمبي ما كانتش موجودة فارس برغم أنه كان محترف في الدوري الإنجليزي. حقيقة أحمد، وده بيأكد كلامك. ما هو ده بيأكد الكلام، وإحنا انتقلنا للمنتخب الأولمبي ببوابة رمضان اللي هي أروع انتقال، ولكن عايز أكلمك في حاجة، فكرة رمضان صبحي الموضوع برضه مرتبط فعلا بالنادي الاهلي، لان احنا شفنا رمضان قبل خروجه لتجربه ستوك سيتي واللي نالت منه كتير جدا، احنا بنتكلم في لاعب كان في المباريات الحاسمه في شخصيه زي مباريات المصري وما ادراك ما الضغوط اللي كانت حاصله في التوقيت ده. السوبر المصري. وده في لقطه شفناه بيدي توجيهات مع كابتن حسام غالي. يعني انت بتتكلم في لاعب هذا اللاعب ازاي فقد كل ما زرع بداخل مخه وعقله في النادي الاهلي وازاي رجع. على فكره كابتن شوقي غريب بيزعل جدا، كابتن شوقي غريب بعض الحقوق محفوظه، يعني اكيد ليه دور عشان برضو ما نبخسش كابتن شوقي غريب بالتأكيد حقه. لكن هو الدور الابرز عشان نكون واضحين هو ريني فايلر، هو بيتكلم كتير في الموضوع ده، اكيد ريني فايلر واكيد النادي الاهلي قبل اي حاجه. صدقوني يا جماعه، اللاعب اللي بيدخل النادي الاهلي بيتغير تماما،